اهلا بكم وفيديو جديد النهارده وفكره 3D يا رب تعجبكم. هي على شكل حجر وبتدي شكل 3D جميل للمكان. بنجيب قطع الكرتونه كرتونه 30 سنتي في 12 30 سنتي في 12 سنتي. بنقيس من هنا 5 سنتي وبناخد نقطة وبنوصلها بالزاوية. يعني الجزء ده 5 سنتي، الجزء ده 5 سنتي، بناخد نقطة في النص. طبعا دي 30 هتبقى 15 سنتي، وبناخد عند بعد ما بنقيس 5 سنتي بناخد نقطة وبنوصلها بالزاوية تدينا يبقى الكرتونة 30 في 12. بناخد نقطة عند في نص الكرتونة 5 سنتي بنوصلها بالزاوية، وبنجيب مسمار بنعمل فتحة هنا بحيث اللي احنا هنحتاجها واحنا وشغالين، وبنبدأ نحط الكرتونة وبنبدأ ناخد واحدة واحدة. بنبدأ أول واحدة ونسيب واحدة بنفس الشكل كده. وبنبدأ ناخد بردك نفس النظام، بس مش بناخد اللي تحتها، بناخد دي. وبكده زي ما حضراتكم شايفين خلصنا التخطيط. هنبدأ بقى نلون الأشكال بتاعتنا. وبكده هنبدأ في أول لون عندنا، هنجيب أبيض ونحط عليه أصفر وأخضر لحد ما يدينا نفس اللون ده. هنبدأ
وبكده زي ما حضراتكم شفتوا خلصنا اللون الرصاصة، هيتبقى اللون الأسود اللي هيعمل شكل الـ 3D. نجيب اللون الأسود ونشتغل. بكده هنعمل اللون الأسود اللي هيدينا شكل الـ 3D اللي هو الجزء ده. وبكده زي ما حضراتكم شفتوا الشكل بتاعنا والديكور. اتمنى تكون الفكرة والديكور عجبكم، ولو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس.